حصري لكل عملاء مول الأبطال. معنا طقم جديد اللي هو النيو كلاين وطبقة التيتانيوم، وكمان معنا مسكتين مكونات الطقم. طبعا معنا 4 حلل ووك زي ما بنقول عليها مقلية. من الشكل الخارجي تعال نشوف الشكل على الطبيعة. جرانيت النيو كلاين جميلة جدا. نبدأ معنا في أول حلة تميز 28، زي ما احنا شايفين الغطاء ده موزع بخور على الطعام، والمساك خشبي شكله كلاسيكي جدا تحفة. ومعنا الحلة كبيرة سمكها 5، جميلة زي ما احنا شايفين كده شكلها تحفة جدا. وعلامة النيو كلاين موجودة زي ما احنا شايفين اهو. طبعا وحلة موزع حراري على الطعام الشكل تحفة. الغطاء خشبي جميل جدا هادي شكله شيك قوي في المطبخ. الطبخ جميل جدا، كلنا طبعا عارفين الجرانيت وفوائده ومهم جدا. نبدأ معانا الحلة التانية جميلة جدا زي ما احنا شايفين نفس الغطاء لتوزيع البخار، وسريع جدا في الأكل وبيستوي بسرعة، وفي نفس الوقت بيبقى مظبوط معاكي جدا. كمان شكله زي ما احنا شايفين قمر جدا مش محتاج كلام. هنبدأ معانا كمان بالحلة الوسط نطبخ فيها مثلا لنفرين، نطبخ فيها رز على حسب ما احنا بنشكل أكلنا حسب عدد أفراد الأسرة. طبعا الشكل الجميل زي ما احنا شايفين ما شاء الله مش محتاج كلام بجد. طقم شيك جدا هادي، لا هو مقفور لا حلو جدا. ومعانا كمان آخر حلة اللي هي بتكون الصغيرة زي ما احنا شايفينها نطبخ بيها. السمك بتاعها 5 ملي، وطبعا احنا عارفين ان السمك فايدته في التسوية وان الاكل بيستوي براحته. ماركة النيو كلاين دي تحفة، حتى الشكل بتاعها جميل هادي خشبي للناس اللي بتحب الكلاسيكي. وكمان معانا الوك اللي احنا بنقول عليها المقلاية كبيرة جدا حلوة زي ما احنا شايفين، نستخدمها في القلي ومقاسها كبير. وممكن كمان نستخدم الغطاء بتاع الحلة الكبيرة لتغطيتها لو كنا هنعمل مثلا بيض او اي حاجة معينة. طقم جميل جدا ما شاء الله اللهم بارك. وكمان معنا مسكتين نمسك بيهم الحلل، وكمان معنا شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة 3 سنين. يلا مستنياكم في مول الأبطال، العنوان الجيزة المنيب ابو النمر الشارع احمد بدوي التجاري، الرقم 010-50-17-11-38.